بونجور، معكم مدام مها. أنا بآخر الوحدة الأولى عم نعمل تحضير للوحدة الأولى صف الثامن منهاج الحديث أنا بدليل المعلم. وصلنا على باج 33، بدي أحضر الجزء اللي هو متعلق بالأنشودة والصوتيات. أنا رح أبدأ تحضير بإني أحط التاريخ على دفتري العادي، ما في دفتر خاص في التحضير، دفتر عادي. بحط التاريخ على اليمين، يونيتي 1 وحدة الأولى، عنوان درسي، وبحط هي أهدافي. أنا درسي هو كونتين نشيدة بلس مع فونيتيك صوتية. أوبجكتيف أهدافي هي كونيت خلال فابي فرنسي، معرفة الأبجدية الفرنسية ولفظ أو إي أو. نحن بنعرف إنه هذا الشكل هو لللفظ، إذا متعلق بالفونيتيك، إذا هي لفظ أو هي أو. أما أدواتي فهي الكتاب باج 18-19 مع السيدة. الدرس بينعطى بأون بيريود، حصة واحدة، بخمير إتاب، المرحلة الأولى. ست إتاب هالمرحلة بتفيدني بإني أعطي الطالب فرصة إنه يسمع أغنية أصلية باللغة الأصلية الفرنسية واللي هي إلها علاقة مع الموضوع، مع اللفظ واللحن والأحرف اللي لازم أو الألفاظ اللي لازم يكون بيعرفها. طبعا ما رح اكتب هالشيء، هذا ديغول مو مسار درسي. رح اطلب من التلاميذ انهم يسمعوا الاغنيه، رح اقول لهم ايكوتي، اسمعوا لا شانسون، الاغنيه لا باج 18 صفحه 18. ثم بختار مقطع، مثلا المقطع الاول، وبطلب منهم انهم يسمعوا هالمقطع، وبقول لهم اسمعوا سيت سيكونس اون دوزيام فوا. ممكن احط اون دوزيام فوا مره ثانيه هلا، وقال لهم ريبيتي خط، ريبيتي كررو لي بارول، الكلمات اوت فوا، يعيدوا الشيء اللي عم يسمعوه بصوت عالي. طبعا لازم هل سماع اللغه الفرنسيه الاصليه بلغه الناس لغه الام، هالشيء بيساعد الطالب كثير انه يتعلم اللغه. بعد ما سمعناه وخليناه يكرروا، بوصل بالدوزيام ايتاب، المرحلة الثانية. هالمرحلة هي بتفيد الطالب فرصة انه يتدرب على لفظ بعض الأصوات. activity A، التدريب A. l'enseignant demande، رح اطلب من التلاميذ انه يقروا صيغة السؤال A بالصفحة 19. رح قل لهم lisez S E Z، lisez la consigne، اقروا صيغة السؤال A بالصفحة 19 بالكتاب. بس إفيكس الإكسبليكاسيون، نعمل شرح اللازم لحتى يفهموا شو بدهم يعملوا. ثم بسمعوني يا إذن لغ فيغ إكوتي لانغوجيسترومون، برجع بسمعهم التسجيل مو باغ مو، كلمة كلمة، وبعطيهم وقت لحتى يحيطوا، إذن يحيطوا الكلمة اللي فيها أ أو إي. مثلا بقول أنتوغي le mot où vous entendez اللي عم تسمعوا فيها ال entendez اللي عم تسمعوا فيها le son e او i. ثم بطلب من بعض الطلاب انهم يسجلوا على اللوح les mots qui contiennent، بحط اذن نوتي، سجلوا على اللوح الكلمات التي تحتوي على الصوت e او اي. وبنرجع منكرر اللفظ لحتى يميزوا بين الصوتين. لانسينيون بعمل كوركسيون اديكوات، اذن سي كبيره، كوركسيون تصحيح مناسب، مبدا سي نيسيسير. بوي لانسينيون دوموند، ثم بطلب من طالب من الطلاب انه يقرا لا كونسيني صيغه سؤال بي. اذا راح اقول له ليزي la consigne، راسخ السؤال ب de la page بالصفحه 19 في الكتاب. بس وبتاكد انه الطلاب كلهم فهموا شو هو المطلوب، وبعدين بسمعهم مره ثانيه اذا leur faire. هي كلها لازم انا اكتبها لحتى اتذكر leur faire écouter، بسمعهم من جديد l'enregistrement كلمه كلمه، وبعطيهم الوقت المناسب لحتى يصنفوا الكلمات في الجدول. طبعا هذا السؤال قدامهم، وراح يحيطوا الأحرف أ و إي بالمناسب، الأصوات المناسبة.
الان بالاهداف حتي لي او او هوني او هي لازم تكون او و اي على هوا الكلمات اللي هو او او اي او مي او مي او هذا باب الدليل انفان الباس اخيرا برجع بسمعون باسي لدوكيمون سونور برجع بسمعون مرة تانية التسجيل اللي بيحتوي فقط على الكلمات المطلوبة لحتى يعرفوا انه موجودة الأصوات في الأحرف المناسبة. هيك بيكون خلص الفونيتيك وبوصل على البخوجي. نحن بنعرف انه كل درسين في عنا بخوجي، يعني هذا البخوجي هو اعداد للمرحلة الثانية، يعني عندي 6 وحدات 3 بخوجي بس. اذا هذا في درس جديد في حصة لحالة، الحصة الأخيرة من الوحدة الأولى راح احط تاريخ هون يونيتي 1 عنوان الدرس بروجي. وهذه أهداف البروجي. أهدافي هي كخي ينافيش نعمل ملصق إعلاني يتعلق بالقواعد المدرسية. ماتيريال هو الكتاب باج 20 الكتاب صفحة 20. أما المدة فهي اون بيريود حصة واحدة. جيمي مون بلان وضع المخطط بروميير إتاب المرحلة الأولى ديرولمون مسار الدرس. بور بريباري لا تاج لحتى نحضر لهالمهمة لانسينيون دوموند أوز أبخونون الأستاذ اللي هو أنا راح أطلب منهم يفتحوا كتبهم. إذا راح أقول لهم أوفغي زيد فو ليفغ فو مولور فو افتحوا كتبكم على باج 20 صفحة 20 وبعطيهم فكرة عن المهمة اللي رح يحققوها مؤامة بالوحدة الثانية مستندين على مكتسبات 6 يونيتي هالوحدة هاي اللي زكي ومكتسبات الوحدة الأولى، يعني الثانية والأولى مع بعض. ثم بطلب منهم أنه يلاحظوا ويقولوا شو شايفين، فأنا رح أقول لهم أو كبيرة أوبسيرفي إديت وقولوا سوك أو فو voyez où le chouchaifin sur la page chouchaifin في الصفحة اللي هي قائمة مصدرة ملصق أولاد طلاب إلى آخره. ثم بنعمل مناقشة جماعية une discussion générale نقاش جماعي لحتى أتأكد من إجاباتهم. ثم بقسم إلى مجموعات إذا خط leur diviser ER en groupe بقسمهم لمجموعات وبطلب منهم بس هون نقطة. هلا بطلب منهم انهم يقروا. اذا بقول لهم ليزي اس او زد ليزي لا كونسي اقروا صيغة السؤال ادي تقولوا تي او اس قولوا سو كي دوموندي شو هو المطلوب. قولوا شو هو المطلوب باني اطرح عليهم اسئله مثل بحط تحت كيسك فوزالي كخيي شو بتكون تساوي بقولوا لي بنافيش بقول لهم بوركوا لماذا فوزالي كخيي ليش بدك تعملوا ملصق بقولوا لي لحتى نعمل قواعد الصف اللي لازم نتبعها. دوزيام ايتاب المرحله الثانيه بطلب من التلاميذ انهم يقروا لا كونسيني صيغه السؤال. اذا ليزي La première consigne. سؤال الأول بس. وبعطيهم الوقت المناسب ليحددوا احتياجاتهم لعمل هالمهمة هاي. Puis ils vont lire. ثم بقول لهم ليزي اقرأوا. La deuxième consigne. السؤال الثاني. الصيغة الثانية اللي رح يعملوا فيها قوائم تتعلق بالمشاكل اللي بيصادفوها في الصف أو في المدرسة. أخيراً بيقروا آخر كونسيني. إذن أخيرا ليزي زد لا ديغنيغ كونسيني أقروا السؤال الأخير وبدن يقولوا سو كيلفون فير شو رح يعملوا. تخوفي إن سوليسيون لاقوا حل لكل مشكلة مقترحة. هذا رح يقدموه بالحصة بنهاية الوحدة الثانية. وهيك بكون خلصت تحضير الوحدة الأولى كاملة المنهج الحديث للصف الثامن. كانت معكم مدام ما بتقلكم au revoir à la prochaine fois. باي باي.